اذا احنا قلنا هون التيبل هاي او مثلا نرسم تيبل نحط تيبل هون والتيبل هاي بدها تمثل رح اركز على المنطقه هاي رح اعمل زوم عليها ففي منطقه عندي هون من الريتد تورك اللي هو كان 26.7 نيوتن متر وها صار عند قديش كانت السرعه بالراديانس بير سكند 149 تقريبا 150 تقريبا 150 راديانس بير سكند احنا عندي هون تقريبا هذه طلعت معي على 25 كانت تقريبا 150 وشوي 25 نيوتن متر خلينا نحطها هون اذا راح نقول على سرعه 150 وهذه هون رادز بير سكند التورك التورك هو 125 نيوتن متر هذه هون السبيد مومنت مش هيك هاي السبيد اللي ثبت عليها في ترانزيت بس ثبت عليها بعدين طيب لو جينا اطلعنا الان على التورك اللي عماله بنتجه راح نلاقي انه التورك اعلى شوي صغيره من القيمه شو السبب الفرق بينهم لا لازم بقدر هون اعمل زوم عليها نعمل كمان زوم قديش تقريبا قيمه التورك 25 شوي وين النص هذا يتغلب على الفيسكس فريكشن والفريكشن موجود في المحرك نفسه مش في فيسكس فريكشن كيف احسب الفيسكس فريكشن لو بدي اعرفه نرجع على الكونستانت اللي كان بالموديل بطلع الكونستانت وبايش بضربه بالسبيد مش هيك بس وحده السبيد شو لازم تكون بالحاله هاي راديان بير سكند لانه هو وحده كي معطيه اياها براديان بير سكند اوكي ماشي واضح من هاي اذا هلا ناخذ نغير شوي خلينا ناخذ 20 ايش المفروض يصير بالسرعه زين هلا عشان نسرع العمليه شوف ايش راح اعمل راح احط انا ديسبلاي هون عشان ما نضلش نضطر راح اخذ هون ناخذ سينك نوع ثاني راح اخذ الديسبلاي اللي هون واد تو انتايتلد وهذا راح اشبكه وهذا راح اسميه سبيد وحده تورات برسك هلا على 20 رح نعمل رن قديش صار بسرعه؟ 152 طبعا هذا هون بتناسب كله مع لانه هاي رح تصير عندي على 1500 احسبي بضل على 1500 اذا قسمتي 1500 على 60 في 2 باي تمام 157 راديان بير سكند ناخذ كمان نقطة مثلا ناخذ 15 ونعمل رن اعطاني 153.3 ناخذ 10 ناخذ 0 كآخر رقمين من هون فلو اخذنا هاي 10 نعمل اوكي 154.6 ونحط زيرو اخر شيء زيرو راح يضل عندي بس الفيسكس فريكشن مية وسبعة وخمسين بس احنا ما شفنا من سبيد توركر غير هاي المنطقة هاي احنا اللي رسمناها وعلى فكره لو انك حطيت هلا نيجاتيف تورك راح يتحول جنريتر ها تحول لجنريتر راح تصير سرعه اعلى من السينكرونس اوكي